مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ من القاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية متقطعة لا تؤثر على معدل الحركة، لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل بالتدريج لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، وده بسبب عمليات التوسعة على منطقة المهندسين. الكورنيش من المظلات والحد وسط البلد فيه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي والحد كوبري الساحل والأمرية. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة ونبتدي من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية بتزيد طبعا مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. في كمان كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية كبيرة بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت فيه كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. دلوقتي هنروح لمحافظة اسكندرية، في كثافات بسيطة عند كوبري ستانلي، كمان في كثافات لكنها متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد سيولة مرورية بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. دلوقتي هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد فيها سيولة مرورية على طول الشارع. كمان هنلاحظ ان في كثافات مرورية انما بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية.